اسمها حياة، لكن دنيا من غير دين اسمها معيشة. وربنا بيقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة. هتسأل عليه يقول لك عايش، بس زي ما تقول المشايخ عايش بظروفها، ولما يموت يموت بإيه؟ بظروفها. لكن اللي عايش بالدين لما يجي يموت يموت على إيه؟ على الدين. فدنيا فيها دين اسمها حياة، ودنيا من غير دين اسمها معيشة. وربنا سبحانه تبارك وتعالى بيقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. والحياه الطيبه دي كانت حياه صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السعاده الكامله. يعني 16 رقعه اقل اكثر في ثوب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن يكون عنه في سعاده لو عد بها الملوك واولاد الملوك لجاد بها عليها بالسيوف. سعاده عطاء رباني لا خير، بس الايه؟ من عمل صالحا. لابد شرط العمل الصالح وكمان الايمان، يعني ايمان بالله سبحانه تبارك وتعالى، وبعدين عملك عمل صالح، فربنا يوعدك بالحياه الايه؟ الطيبه. ولذلك ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه، ما قالش فان له حياه، لانه مش معيشه. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين الانبياء، الانبياء تسمع مكه نزل فيها صوت مريم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي مكيه. وقبل ما خصائص القرآن المكي إن هو كان بيتكلم في قصص الأولين، آياته قصيرة حتى يسمع الصحابة حفظها. فبتشوف القرية المكية وأنت مربط كده فيها قصص مكية. طب إيه اللي بيعلمهم بقى إن اللي يسمع الدروس ثلاث ساعات ونص وروح أنام؟ لا، بيعلمهم الأعمال القرآن المكي في بداية العهد في الدين. الأعمال، أعمال الدين. قوة سيدنا عمر ككعاب لاعب من كثرة السجود، ككعب الصحابة كانوا متعارف فيما بينهم، هنا كده زي كعب الناس. تحت عينيه سيدنا عمر مجرتين من كثرة الدموع. طب اللحم ده يعني لو ما أبكي كتير تعمل مجرة هنا، لكن سيدنا عمر في مجرتين من الدموع من كثرة الدموع. مش عايز أكتر عليكم، الآيات جميلة. هو في احنا بنتكلم كلام من العالمين. ربنا يقول بقى ولم يكفهم أننا نزلنا عليك القرآن يتلى عليهم. القرآن يتلى عليهم نحن معاشر المسلمين. لما كنا بره بنقول لهم أنتم اللغة بتاعتكم لغة القرآن، أنتم زي الملائكة، أنتم الدعوات بتاعتكم مستجابة، عشان هم ما بيعرفوش عربي. هم القرآن نزل بلغتكم، أنتم زي الملائكة. يا احبابنا الكرام، نعمة عظيمة نعم ربنا عز وجل بها علينا. طيب الآيات الجميلة اللي احنا سمعناها، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. واحنا بنقول الآية الوحيدة يمكن في كتاب ربنا عز وجل إن أنت لو شفت نص الآية لا تتغير ولا تتبدل. خلينا نقول فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى. المعنى وصل ولا وصلش؟ وصل. فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، لكن الآية مكتوبة في المصحف إيه؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. يبقى الله يعتمد لزكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوفه فين؟ في المحراب. انتوا اللي جبتوا الموسيقى وقالوا مش عارف اطلع عليكم، بس زي ما تقول ايه بقى؟ لما كنت بتعلم سنه القصه القديمه بقى بتاعت الصيد، والراجل بيرمي يطلع وقت كده، الشيخ اشرف عارف الكلام ده، وقت كده تمام، وبعدين انا برمي ما بطلعش حاجه. فقلت يمكن السبب مرمي تحت الصناره بتاعته، خش عليه شويه. قمت داخل عليه يبص لي كده وهو ساكت. قمت داخل قال لي الله يخليك، قوم انت علمك السنه كيف هو كده؟
ممكن تلحمي تحت السنوره بتاعتي؟ سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بدايه القصه ان هو ابن الكبير فاقد لكل اسباب الانجاب، مراته عاقر وهو طاعن في السن، ما عندوش اسباب انجاب، بس ييأس يقول لك والله انا جربت كل حاجه فما جاتش معايا سكه. لا، ده في سكه واحده اللي ما فيش غيرها، ملناش غيره، مش كده؟ فالدرس خده من مريم. مريم قالت اصطاد سمكه هنا، وهو عايز يرمي الصناره بتاعته جنب ايه؟ جنب الصناره بتاعته. كل ما دخل عليها زكريا فين؟ في المحراب، خد بالك من كلمه المحراب. فنادته الملكه في المحراب، يعني جه في نفس المكان اللي ربنا بيدي فيه الرزق لمريم، وقف في نفس المكان. يا عم صلي جنب زوجتك، روح نادي جنب زوجتك هناك في البيت، فرشه دافيه وحاجات حلوه. لا 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 لا، في نفس المكان. كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم ان لك هذا، قالت هو من عند الله. طب يا مريم انت بنت صغيره ولا فيك دراع ولا فيك اي حاجه تجيب رزق، فالله اعطاك بدون السبب، ما انا زيك يا مريم فاقد لاسباب الانجاب. طب ما انا كمان ضربه يديني بدون ايه؟ سبب. فالله يرزق بالسبب ويرزق بدون السبب ويرزق بضد السبب. سيدنا ابراهيم لما يكون ياكل يشرب يلبس قميص من الجنه. ايه ده؟ بدل ما فيها كده برضه ده اسمه كلام، لكن البطل المختلف على كل شيء. احبابي الكرام، ما منع ربنا عز وجل اقواما لانهم سمعوا ولا لانهم قالوا، ولكن الله عز وجل مدح اقواما بانهم عملوا الصالحات، عملوا الصالحات. فرصه بقى عند شهر رمضان، الحسنه عشر إنسانية إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، الله يضاعفه لمن يشاء. يعني التسبيحة بسبعين تسبيحة، التسبيحة بسبعين تسبيحة، الفرض بسبعين فرض، السنة بفرض. فرصة فرصة، وإن شاء الله ربنا يسلم معاكم بكرة هقول لكم بقى نظرية الفرخ والبيضة، وربنا يجمع علينا رمضان أيام عديدة قبل كل منكم صالح العمل، ان ولي ذلك والقادر عليه. من المهم فرصه نستغل رمضان عشان نكثر من الاعمال، لان مشاكلنا مش هتتحل غير بالاعمال الصالحه. هكذا قال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله